أهلا بكم في تواصل دوت كوم، البداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من بغداد، حيث تفاجأ سكان العاصمة بغداد صباح اليوم بانتشار عناصر الميليشيات وهم يتجولون في سياراتهم مدججين بالأسلحة، يحملون صورا يهددون فيها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، كما قاموا بقطع طرق العاصمة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع. الميليشيات هددت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومنهم من حمل صورا وهددوا بقطع أذنيه. طبعا قضية الميليشيات مع قطع أذني الكاظمي ليست بجديدة، فقبل ذلك هدد المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري بقطع أذني الكاظمي. دعونا نتابع هذه الصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. قالوا حان وقت قطع أذنيه، صورة معيبة بحق رئيس الحكومة. طبعا كما قال الصحفيون والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بأن هذا الاستعراض كان دون علم الجهات الحكومية، حتى الاستخبارات لا تعلم بهذا الاستعراض. عراقيون أطلقوا اسم الحوار الوطني المسلح متهكمين على دعوة الكاظمي لإجراء حوار وطني، وتساءلوا كيف يتم مثل هكذا حوار والميليشيات تصول وتجول في شوارع العراق. دعونا نقرأ بعض من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. زينب قالت: على طار الحوار الوطني المسلح أخو عماد، تريدنا نتحاور وياك ويا رب الله؟ زين أنت تقدر تحكي وياهم لو تخاف على إذاناتك؟ تقول زهراء الحسن، غررت وقالت: الكاظمي يريد يحاور المتظاهرين، شلون يتحاور ويانا إذا هو ما يقدر يسوي شيء ولا يقدر يحكي قدام الميليشيات اللي طالع اليوم وتستعرض بالأسلحة قوتها وهو ما تحرك. عمر التكريتي: إخوان يابا طلع أكو استعراض أو استعراضات كانت تصير بالتنسيق مع الحكومة، عاد شلون يتم التقديم للتنسيق ورقيا لو إلكترونيا؟ يقول حسين العقيدي، يقول: رئيس دولة شكبرها يدوسون على رأسه ويقصون إذانه ويوميا يهينون بي، وبالأخير يريدنا نقعد وياهم نتحاور، لك أنت ما سلمت منهم، يوميا طيحين حظك كما يقول الحوار الوطني المسلح. نذهب إلى موضوع آخر، حيث انتشرت عدة مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول قيام القوات الحكومية بهدم منازل مواطنين في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد. قالوا، ومنهم من أرسل لنا رسالة وقال بأن هذه المنازل هي ملك لهم، وبأنهم يملكون سندات تعود إلى عام 1945، وأوضحوا بالرسالة بأن عمار الحكيم يريد الاستيلاء على هذه المنازل، وهو ما دفع بالقوات الحكومية لهدم المنازل، وأضاف بأننا نملك سندات الملكية ويعود تاريخها كما قلنا لعام 1945، وأشار إلى أن عدد المنازل 18 منزل وبمساحة 5000 متر مكعب. دعونا نتابع هدم واعتداء القوات الحكومية على المواطنين هناك. ديروا بالكم على نوح الدره،
سؤال وسلم وانت على كيك على مصطفى واحنا هنا إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع وعلى منصة فيسبوك. منهم من علق وقال منتظر الربيعي علق وقال حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منهم هل أنذال السياسيين. يقول أما محسن فقال عصابات وسراق وليس حكام. أمين قال هي الحكومة بدل ما تحل المشاكل هي تزيد المشاكل. أما أم إلاء فقط الله أكبر شلون محاربة يحاربون الشعب برزقه. نبقى في العراق حيث توفي اليوم الطبيب العسكري العراقي المعروف الجراح الدكتور وليد الخيال صاحب أول عملية لزرع الكلى في العراق عام 1973. هذه صورة الدكتور وليد الخيال وصاحب مستشفى الخيال في العاصمة بغداد. عاصر الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق وعالجه كما قام بإجراء الفحوصات الطبية للعديد من الرؤساء والمسؤولين منهم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ورؤساء العراق عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين. كما أجرى عملية جراحية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ عام 59 من القرن الماضي وهي عبارة عن عملية ربط أوردة المريء عند بداية المعدة بسبب النزف المتكرر الذي كان يعاني منه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. دعونا نذهب إلى ملف وهو في القطاع الصحي في العراق الذي يعاني من تدهور حكومي بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة. انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي لمرضى علقوا داخل مصعد في مستشفى السماوة العام بمحافظة المثنى. هذه ليست المرة الأولى التي نشاهد مثل هذه المقاطع في مستشفيات العراق فلنتابع. مجموعة ناس كبار هسه حاشرين في مصعد مستشفى السماوة العام لعدم قدرة المصعد على النزول. هاي إذا من يهمه الأمور هاي ناس كبار شوفوها شوفوها ناس كبار وهذا رجال مريض شوفوا الأمن يهمه الأمور هسه المصعد ولاك واحد جاينا ولها قبل طيب نص ساعة ها شوفوا لعدم الصيانة شوفوا شوفوا هاي مناشدة هاي هسه احنا بالمصعد حاشرين بينا 8 نفرات و11 8 شوفوا وين شمس المثنى. نبقى في القطاع الصحي ونبقى كذلك في السماوة حيث صور احد المواطنين هناك قسم الأشعة في مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة وقال بأن القسم يخلو من الموظفين. دعونا نتابع هذا المقطع. فاق الموظفين استاذي اقول اشعه معود عندنا مريض للاشعه خالي الغرف ماكو فارغه ولا واحد بيها مستشفى الحسين التعليمي فارغه الغرفه هاي نفس الوضعيه انا واحد الله يعافيك ماكو لا مدير مستشفى زين لا مدير مستشفى يشوف هالوضعيه هاي زين على مود خاف العالم تقول هاي كذب عالم المستشفى مال السماوه ولا موظف. ومن تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار تدهور القطاع
الصحي. نقرأ على الفيسبوك، حسن الإبراهيمي قال استهتار حتى بأرواح الناس. فيصل عبدالله قال قبل سنة نفس المشهد صار وياي. أما ماجد فيقول ترك وحدة الأشعة ومحتوياتها أمر خاطئ، لابد من وجود أحد فيها حتى لو منظف، فهذا تقصير واضح. لو مستشفى أهلي يقدرون يسوون هيك؟ يتساءل. ويقول أبو مصطفى يقول هو العراق كل تاية كما يقول أبو مصطفى. نقلت دائرة صحة المثنى الناشط يعقوب العراقي من دائرته في المثنى إلى كركوك، ما اعتبره الناشط عقابا له على نشاطه في ثورة تشرين وفي التظاهرات المستمرة المطالبة بالتغيير. دعونا نتابع كتاب النقل. هذا هو كتاب النقل، يعني أمر وزاري جاء فيه تنسيب مساعد مختبر يعقوب محسن من دائرة صحة المثنى والأطفال إلى كركوك. طبعا في رسالة الناشط يعقوب العراقي على منصة فيسبوك قال فيها: أما أن أمتنع عن الخروج بالتظاهرات والمطالبة بالحقوق المشروعة ومنها إقالة الحكومة المحلية، وعندها سيتم إلغاء النقل إلى كركوك أو يتم انفكاكي من المحافظة والمباشرة في دائرة صحة كركوك. يقول يعيش الإنسان مرة وإن لم يعيشها بمبدأ فلا خير في هذه الحياة، لذلك قررت الموافقة بالخيار الأول والالتحاق بالعراق المصغر كركوك. نعم، نبقى مع قضية الناشط يعقوب، حيث خرجت تظاهرات مساندة ومتضامنة مع الناشط يعقوب العراقي أمام دائرة صحة المثنى لرفض قرار نقله إلى دائرة صحة كركوك لمشاركته بالتظاهرات ضد الفاسدين. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات إخوانه الناشطين. وخروجنا بالتظاهرات من 2011 ما عدنا مسألة شخصية، خلي يفهمونا المسؤولين، احنا موظفين اغلبنا وامورنا معدلة وسياراتنا عدنا، بس ما نقبل نشوف شبابنا الخريجين دول المحاضرين قاعدين تحت احتفالات شهادات العليا منتشين العلا وصار لنا سنة ونص. هذا اللي مطلعنا اكو ضمير براسنا وكمبدأ تعلمنا من حسين عليه السلام. فاحنا ما يهمنا هاي الاساليب القذرة، لا نقل ولا تهديد ولا معيد، نقلنا الكركوك بصرة موصل ما راح يهمنا، ما دام عد حزام ظهر من هاي الشباب راح يلغ الكتاب وقوة عليهم. كما تفاعل العراقيون مع الناشط يعقوب، وسام قال ثمن الحرية غالي كلش وهذه أحد مدخراتهم لتكميم الأفواه، كنت وما زلت يعقوب الحر النشمي. أما علاء فقال ثابت على المبدأ وبطل، نسأل الله استمرار ثباتكم، ربي يحفظكم أستاذ يعقوب وكلنا أخوتك والله وعند عيناك يقول. أما محمد فقال متظاهرين أو متظاهروا المثنى الغيارة ما راح يسكتون على هذا القرار التعسفي على واحد منهم، لأن السكوت على فرد منهم راح تقمع المجموعة بشكل انفرادي. قاسم قال ستبقى أنت مرفوع الرأس ويبقى الفاسدون منكسين رؤوسهم أذل خاسئين كما يقول. نذهب الآن إلى أنت ترى. وصلتنا رسالة من المواطن أوس عبيد من قضاء المحاويل في محافظة بابل، قال بأن لديه 4 سيارات من نوع جكسارة، حاول نقل ملكيتها باسمه لكنه تفاجأ بعد مرور فترة وبحسب الإجراءات التي اتخذوها بأن هذه السيارات مسجلة بأسماء أخرى تهم جهات متنفذة بسرقة سياراته. دعونا نتابع رسالة المواطن أوس عبر مقطع أرسله عبر خدمة أنت ترى، فلنتابع. عندي سيارات نوع جكسارة، جيت مع مديرية مرور الكاظمية أردت أحولهن، إجا المالك بصمولي انطوني زودوني بوصولات، طلعت الوصولات مزورة وطلعوا انه الضباط متفقين مع عصابه موجوده هنا ببابل، زين هي اختصاص لهيش عمليه تزوير، وناشدت اكثر من شخصيه وناشدت اكثر من شخص انه
يعني بحيث انه اريد منهم انه ينصفوني لا اكثر لا اكثر، لان كل مالي موجود بي ما يقارب 300,000 دولار او 400,000 دولار. انا بلحظه دخلت للكاظميه تاجر، طلعت مجدي من الكاظميه. اكو ما فيها داخل الكاظميه، وهي هاي مديريه مرور الكاظميه، اكو عميد واكو نقيب، ما نتحفظ على ذكر اسمائهم، ما يعرفون اسمائهم، والساده القضاة يعرفون بهذا الموضوع زين، والعصابه اليوم موجوده بالحله. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن ثلة من أبناء محافظة كربلاء، نشكو مظلوميتنا أولا إلى الله الواحد القهار، وبعده إلى سيادة رئيس الوزراء ومحافظ كربلاء. نحن أصحاب أملاك تقع على الشارع العام، وأملاكنا أصولية وليس فيها أي تجاوز، واليوم بلدية كربلاء تهددنا برفع التجاوز بحجة توسيعة الشارع، رغم إبرازنا لأوراقنا الثبوتية، والطابوا إلى أنهم مستمرون بتهديدنا بالإزالة. نذهب إلى الهاشتاج. مع صمت الجهات الحكومية حول مصير الناشط المختطف سجاد العراقي منذ سبتمبر من العام الماضي في الناصرية، عاد المغردون العراقيون بالتغريد تحت وسم الحرية لسجاد العراقي، في ظل صمت الحكومة عن كشف مصيره ومصير آخرين من الناشطين في التظاهرات كالناشط علي جاسب وغيره. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت على منصة تويتر تحت واسم الحرية لسجاد لوان. قالت: شلون ممكن نقتنع بأن السلاح ما راح يأثر على نتائج الانتخابات، وعندنا حكومة عجزت بكل أجهزتها عن تحرير سجاد العراقي. نرجس عراق تقول: قبل شوية من شهادة لقاء والدة المختطف سجاد، تقول: خنقتني كلش عبارة أريد ابني، عبارة تحمل التعب والهم والاشتياق والحزن والعبرة والغضب والحيرة والترجي والتمني، قلب والدة يا خايبين. أمير الخفاجي غرد وقال: الحرية للشاب الشجاع سجاد العراقي ولجميع أخوانه المغيبين المظلومين. حسين هادي غرد وقال: سجاد العراقي لا إراديا من أتذكر اسمه، وأتخيل هسه شلون حاله، وأتخيل أنه هو ميت وقعد نتأمل بدون فائدة، تنزل دمعتي لا إراديا الحرية لسجاد العراقي. نذهب إلى القصص المنوعة. ماذا تعرفون عن رهاب الشمس؟ ظاهرة الخوف المفرط من الشمس أو الضوء الساطع. شاهدوا معلومة أكثر عن هذا الموضوع مع تقرير شبكة إيجي بلاس عربي. زعيم اليمين المتطرف في هولندا فيليتس اعتبر انتخابها يوما أسودا على هولندا كما قال. الشابة كوثر بوشالخت أول امرأة محجبة تنتخب في البرلمان الهولندي. دعونا نتعرف على قصتها مع تقرير لموقع مجلة ميم.
المبارك للنائبة كوثر وكل التوفيق والنجاح. ترك خلفه عائلة في دمشق ورحل إلى الجزائر في ظل ظروف سوريا المعروفة للجميع. الشاب فادي مادروني شاب سوري ضحى بحياته لإنقاذ رضيع في الجزائر. قصة حزينة لكنها تحمل الكثير من الإنسانية والتضحية في سبيل إنقاذ شخص آخر، خاصة بأنه طفل. بقية هذه القصة مع تقرير لموقع أنا العربي، فنتابع. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إلى هنا ننتهي إلى هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.